متى تكون ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وهي ساعة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها، وإنما أخبر أنها في يوم الجمعة، وذلك لحكمة عظيمة، وهي أن يجتهد المسلم في العمل الصالح في كل هذا اليوم تحريا لهذه الساعة، فمن اجتهد في جميع اليوم فإنه قد صادف هذه الساعة قطعا بإذن الله، كما أن الله أخفى ليلة القدر في شهر رمضان ولم يبين في أي ليلة، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر في التهجد والصلاة والعبادة والاستغفار والتوبة والدعاء، فإذا اجتهد في كل ليالي الشهر فإنه يكون قد صادف هذه الليلة قطعا، ولكن عند العلماء تحريات هذه الساعة. من أقربها القول بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة، كما هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون آخر ساعة من هذا اليوم، يعني قبيل الغروب، قبيل غروب الشمس، ختام اليوم. ومنهم من يرى أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وعلى كل حال هذا اليوم كله عظيم وكله فاضل، وهو سيد الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، هو عيد الأسبوع، فهو يوم عظيم أينما اجتهد المسلم في عبادة ودعا الله فيه فإنه حري أن يستجاب له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.